شريف رمزي كان عايز يعمل ايه في الاول؟ كان في سيناريوهات بقى. شريف عايزني وهي داخله على الريد كاربت في الكلوزنج ده وهي داخله في الختام في الختام او ما انا واقف ورا المصورين واقوم داخل بعد لما تاخد الصوره الاولانيه واقوم باصص للمصورين واقول لهم يا جماعه انا سالم هيكل وبخطب بشرى وانا بحبها قدام العالم كله واقوم نازل على رجلي وحاطط الخاتم قلت له ده على جثتي. لا وشريف دراما اي مخرج سينمائي غالبا مهرجان الجونه خلوك خلى الموضوع في بيته كانه بتاعنا يعني مش معقول طبعا. لا 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 مفيش الكلام ده ومية قالت لي لا لا اوعى ايه ده ايه ده احنا هنعمل ايه وبتاع خالد بقى ابتدى ايه قال لي احنا خالد الصاوي خالد بقى مفكر وخالد بقى عميق 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 قال لي احنا الدايره وجوه الدايره يعني ايه يا خالد مش فاهم اي حاجه انت اعمل اللي انت عايزه قال لي لا يعني احنا بعد لما نخلص المهرجان ايوه انا هاخدها ونعمل بقى اللي حصل ده بس مش في وسط الناس والمسرح فوق وبتاع احنا هنعمل حاجه على قد ايه خالد عاقل يا رزين حاجه على هامش المهرجان مش من الفعاليات الاساسيه الفعاليات حاجه كده صغيره بس احنا ما كناش لا وانا كان ممكن ارفض بقى لو على السجاده الحمراء انا كنت ممكن جدا استفز وضايق واحس ان ده مكان شغلي ولعب العيال ده استنى واحس ان ده مكان شغلي وان انا يعني اعتبر زي واحده من المهرجان موظفه يعني كاني موظفه من موظفين المهرجان لكن لا هو بتاعي ولا يخصني ولا هو مالي ولا هي ارضي ولا اي حاجه فانت لو هتعمل كده انا كنت ممكن اشوفها انه ده اذيه اذيه في اكل عيشي او اذيه في شغلي او اذيه يعني في تخطي للحدود انا ممكن جدا وقتها فربنا الهم خالد الصاوي انه يلهم الشباب دول ان هم ما يعملوش العمله دي غير بشكل اولا واعي وناضج طبعا انا مخضوض وخالد يقول انت متاكد اللي انت عايز تعمله ده قلت له انا هعمل ال واللي يحصل ده واللي يحصل يحصل بس في نفس الوقت بعد لما قررنا وخلاص ورتبنا السيناريو اللي هيحصل ده كان فيه المنتج محمد زعيتر حبيبي واخويا بحبه حب غير طبيعي قلت له محمد انا طالب منك طلب قال لي ايه قلت له انا حاجه فيري كونفيدنشال سيكريت ان انا هعمل كذا 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 بس انا طالب منك طلب انك انت تجهز العربيه بتاعتك بره قدام البوابه بتاعه المهرجان عشان هو منتج فمعاه تصريح وباس يسمح له انه يقف في المكان ده قال لي العربيه بره عشان لو عملنا القصه دي وتقال لي لا اتقال لي رعب يعني انت لما كنت متخيل انه بشرى تركب دماغها وتقول لا تبقى انت يعني قاعد بالخاتم العرق الانجليزي لو طلع انا ما اتعرفش والله الصعيدي اقوى هو فاهم غلط الصعيدي اقوى بكتير الانجليزي بس هما الاثنين الكابل ده لو يعني انت مشكلة. تخيلت السيناريو ان هي ترفضك ممكن. قدام الناس دي كلها مستحيل فكنت هتعمل ايه بقى ما احناش عارفين هتخرج في عربيه صاحبك تختفي مش نختفي ده احنا هنجري انا هجري على العربيه ونقفل الموبايل وننزل على القاهره لا بس انا اخلاقي برضو مش هتسمح ان انا اكسفه قدام الناس دي كلها يا جماعه انا بني ادم والله يعني صعيدي على انجليزي وفي كابلات ضربه بس في النهايه انا انسان يعني فاكيد مش هكسف عشره عمره عارفه ليه بشرى لانه في ناس لما شافت الفيديو دي قالت لك تمثيليه انتوا متفقين مع بعض لا ده مش متفقين لا مش متفقين خالص ده كان بالنسبه لك يا بشرى قرار مش بس عاطفي ده قرار لا. زي ما قلنا يعني بعد السنين دي انت بصيت لسالم بطريقه تانية خالص نضج بقى الانسان بيفكر بشكل مختلف بقى مش عصافير وفراشات والحاجات دي يعني الانسان لازم يختار اختيارات مختلفه بعد خبرته في الحياه يعني في المده دي الانسان اللي قدامك ساعات كتير هو اللي بيفرض عليك انك تحترمه وتحبه وابتديت افتكر بقى يا استاذه منى الكلام بتاع زمان بتاع بقى مامتي وجدتي وكده بتاع اللي هو جواز اللي هو الصالونات شويه بس مش شرط يبقى صالون لان احنا نعرف بعض بس فكره خد اللي يحبك كلمه خد اللي يحبك فكره انه خد اللي شريك خد اللي شريك كلمه اللي شريك دي مهمه قوي وانا دايما اقول ممكن ما يبقاش مش لازم يبقى الحب العنيف كده لكن انسان غالي عليك ما يهونش عليك زعله ما يهونش عليك تشوفه في موقف مش حلو ما يعني هي بقى ليها بعد تاني بقى في التفكير بنفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداقة وعلى المسلم
اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.